السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله بغيت نشارك معكم زعلوك بدنجال بطريقة رائعة، مشوي كيجي رائع ولذيذ بزاف. دابا غنخليكم مع الطريقة. عندي كاين الفلفلة وكاين الدنجال، غنديرهم بجوج بيهم، كيجيو زوينين بزاف. الطريقة اللي غادي نديرها بأن غنديرهم على النار يتشواو بحال هاد الطريقه هادي، هكا كنديرهم على النار، كيجيو روعه ولذاذ بزاف ملي كيتشواو. المذاق ديال الحرق تيجي زوين، ف يعني ملي كتحرق له داك الجلده ديالهم وكنقيهم كيجيو روعه في اللذه. دابا غادي نخلي هكا على ما يتشواو ويوجدوه، عاد نوريكم الطريقه ان شاء الله بحول الله، ونشارك معكم في نفس الوقت الغداء اللي غادي نوجد اليوم مع زعلوك ان شاء الله. دابا الان ملي كيتشوى لنا الدنجال كنضيفوه في ميكا على حساب باش كيعرق باش كيجينا ساهل للتنقية. مازال ما كملتش، غير كنوريكم الطريقة كيفاش، وكنغلقو عليها باش كيعرق باش كيجينا ساهل للتنقية. وفي نفس الوقت كنتسنى باش تشوى في الفلفلة وعجينة الخبز. انا كنقرصها وحتى مطيشة كنشويو بهاد الطريقة بشوية، كتجي حتى هي زوينة مشوية باش نديرها مع الدنجال. دابا الان غادي نشارك معكم الغدا. مطيشة اللي شويتها ها هي دي هنايا كترطب في البلاستيك هي والدنجال والفلفلة. والغدا دابا قطعت بصلة كبيرة وغندير هاد الخيطات الصغار ديال الدجاج. غادي نطيبو مقلي، وهنا واحد شويه ديال المعدنوس وواحد شويه ديال الثومه. غادي نضيف عليه تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت بلديه، واحد شويه ديال الملحه، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الابزار، فلفل اسود، انا عندي شوية ابيض هاد الابزار، واحد شوية ديال سكينجبير. دابا الان غادي نخلي هاد الشي يتقلى مزيان على النار. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش الدنجال كيتنقى والفلفلة، يعني ما غاديش نقيسوهم بالماء ابدا. حدو يديك الا بغيتي تغسليها ملي كتنقيه، انت كيجي ساهل باش كطير له هاد القشره الكحله هكا. كثر ملي كدير هذا الدور ديال البلاستيكه يعني دغيا كتقشريه، حدو كتغطي يديك في الماء وتزولي وتمسحي الطريقه هكا كما كتشوفوا، يعني ما تقيسوش بالماء ابدا. هذا هو الدور ديالو باش كيتسمى الدنجال المشوي، كيجي رائع في اللذة ديالو، كيعطي واحد الذوق ملي كتشويه على البوطه، كيعطي واحد الذوق بوحديتو كيجي رائع بزاف. كنتمنى تجربوه لبنتك مبتدئات. وكذلك عاوتاني الفلفله بسهوله حتى هي كتنقى. كتجيب واحد الجبانه كديروا فيها يديكم فيها الماء باش الا تكرفصات ولا شي حاجه كتمسحوا او تغسلوا يديكم وصافي. المهم الاهم هي الدنجال او الفلفله ما تقيسوهاش بالماء باش ما كتبساش الماء الدور ديالو. الا قصتي بها الدنجال او الفلفل كيوجي باسل. الدور ديال البلاستيكه كيخلي دغيا القشره ديالها كتزول بسهوله. كنغسلو يدينا ولا كنمسحوها بشي كاغط صافي.
كديريش غالب كتصيبيه رطب في البلاستيك، يعني دغيا كيجي ساهل في التنقية ديالو. وكذلك حتى النقاشه اللي شوينا حتى هي كتجي ساهله في التنقيه ديالها، يعني دغيا كتزولها القشره ديالها في البلاصه، وحتى هي كيجي فيها واحد الذوق رائع بزاف. دابا هادشي كله غادي نشدوه نقطعوه قطع رقاق، وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله بحول الله كيفاش. دابا غادي نجيب النقاشه ودي تقطعوها قطع صغير وكبر، لان راكم كطيبوها ملي كطيب كتنزل المطاشه مزيان بهذه الطريقه هكا. دابا لاني قطعتها غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه، واحد جوج فصوص ديال الثومه، واحد معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الفلفله حمراء، ومعلقه صغيره ديال الابزار. غنضيفها مع مطيشه باش تطيب في خطره مع الثومه العطريه، غير واحد شويه باش نحمر هاد المطيشه. غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزيت البلديه او زيت روميه كيف ما بحال بحال، اللي عنده هذه يضيفها واللي عنده الرومية يضيفها، وواحد شويه ديال الملحه على حسب الطوب. هذه غادي نديرها على النار طيب، وفي نفس الوقت غادي نجيب هادو نجاوبها ونقطعهم. الفلفله كذلك حتى هي كنقطعها، كتجي بنينه مع زعلوك. اللي ما عندوش فلفله مبغاش يضيف الفلفله ما يضيفهاش، اللي بغى يضيفها سيور كبار قطعهم طراف كبار، قطعهم طراف كبار، اللي بغاهم شويه صغار قطعهم شويه صغار، كيبقى اختياركم داكشي. دابا الان ملي كطيب لنا المطيشه كنحاولوا نضغطوا عليها شويه بالفرشيطه باش ما كيبقاش داك الطرف ديال المطيشه. ودابا كنجيبوا داك الزلوك الفنجان داك الفلفله كنزيدو نحمروهم شويه مع داك المطيشه. واحد الريحه هائله طالعه منو. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم طريقه رائعه كيجي عاود زوين. كنحاولوا نضغطوا عليه واحد شويه باش كتدخلوا لاصوص، وملي كتشوفوه تشرب صافي كتطفيو عليه.
دابا الان صافي غادي نضيف عليه ملي نطفي عليه ملي يصبح جاهز. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج اللي طيبت معكم اللي شاركته اليوم. وزعلوك كيجي رائع بزاف بزاف. هذا هو الغداء ديال هذا النهار. وزدت قليت شويه ديال البطاطا حطيته من الفوق، طيبت الدجاج بالبصله وزدت قليت بطيطه درتها من الفوق. وهذا هو زعلوك اللي كنت باغا نشاركو معكم، يجي رائع بزاف. والخبيز حتى هو ديال الدار، وهذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد، ونقدموا هذا الغداء بالصحه والراحه.